سامعينك يا باشمهندس. ماشي، ايه اسئلتكم؟ إذنك يا باشمهندس، قول لك كبير. هو احنا النهارده عن الأسئلة على الشرح بس ولا هنحل أمثلة؟ لا لا، مش هحل اي حاجه، انا مش هشرح اي حاجه او هحل اي حاجه زياده عن السكشن اللي اتبعت لكم. انا بس عايز اشوف مشاكلكم في اللي اتقال، اللي هكمله ان شاء الله هيبقى السكشن الجاي. طب في ناس مش هتقدر تحضر السكشن، هو بيتعمل له بيتعمل له تمام ماشي. بيتعمل ريكوردر. اه شكرا. معلش يا باشمهندس، ممكن اسأل سؤال؟ اتفضل. عايز سؤالي؟ باشمهندس، سامعك والله. معلش ناس. دلوقتي هو حضرتك خلصت السيشن اللي فات على اللي هي حل المسألة الأولانية بس، صح كده؟ لا، حليت 3 مسائل. طب معلش، أنا عشان كان عندي مشكلة في النت وكده، السيشن اللي حضرتك حليت فيه 3 مسائل ده متسجل؟ هو انا اصلا بعت لكم الفيديو نفسه، ما كانش لايف. هو كان بعت لكم الفيديو على السكشن، على فيديوهين. بارت 1 كان كله شرح، وبارت 2 كان في حته شرح صغيره. بعد كده حليت اخر 3 مسائل، مسألة رقم 1، مسألة رقم 2، مسألة رقم 12. تمام، شكرا. نعم. طب انتوا جايين تقعدوا معايا، احنا عندنا اسئله. المفروض انتوا جايين تسالوني اسئله. طب إنما يعني الشرح كان تمام. بالظبط، الصوت ما سابق الصورة أو الصورة مسابق الصوت، والشرح كان بسرعة. قطعت في المسائل في حوار السرعات دي. حوار السرعات قصدك مثلث السرعات يعني، ولا حوار السرعة بتاع سرعة الفيديو؟ عبد الله محمد عبد الحميد. بتاع الباكت مثلث السرعات يعني. ماشي كده. بالنسبة لمثلث السرعات، في أسئلة تانية؟ في إيه تاني في الشيت أو في اللي أنا شرحته؟ هو باشمهندس، بس الاستنتاج بتاع القوانين ده، هو برضو كان الصورة مسابقة الصوت، فبرضو ما عرفناش نجمعها يعني، شوية تهنا يعني. أنا شخصيا محتاج القوانين في أنهي جزء؟ في جزء الـ velocity diagram برضه؟ السرعة برضو. ماشي. يعني لغاية دلوقتي كل أسئلتكم في حتة الـ velocity diagram. تمام. إيه تاني؟ هو موضوع اللي هو الصوت مسابق السرعة ده، كان الفيديوهات على الشانل بتاعت حضرتك كان الصوت مظبوط، يعني احنا دخلنا شفناه من على عند حضرتك كان مظبوط، يعني اللي كان بيشتكي. ممكن انتوا رفعتوها على الشانل بتاعتكم انتوا يعني ولا هو ايه؟ المشكلة على الشانل بتاعتك. ممكن دي النقلة دي اللي كان فيها مشكلة. بالظبط. ماشي، انا كده هشرح. ماشي، مسلسل سرعات الوقت تاني مفيهوش مشكلة، بس بعد كده حاولوا تشوفوا الفيديو على يعني على الشانل على طول. ممكن لو نزل واترفع تاني فبيعمل في مشكلة في سرعة الصوت يعني. في حاجة تانية غير مسلسل السرعات؟ يعني اتفرج عليها فين لو الصوت مظبوط؟ هبعت لك دلوقتي اللينك، هبعت لك لينك الفيديو الاولاني ولينك الفيديو التاني. ماشي يا عم عبد الله. ماشي. في حاجه يا شباب عندكم اسئله غير حته مثلث السرعات دي؟ في حاجه عندكم في الاول فيها مشكله؟ كلكم فاهمين فكره الباور دياجرام؟ يا تمام يا باشمهندس. خلاص تمام، مفيش مشكله. بالنسبه لمثلث السرعات، خليكم كده معايا دقيقة، هفتح لكم الورقة بتاعته تاني.
انت صوت لغاية فين في جزء البومبس؟ ها؟ سامعني يا وحوش ولا ايه؟ الدكتور كان بيشرح اول نوع ووصل في حته كده اللي فيها سنجل فاليوت ودبل فاليوت حاجه كده تقريبا يعني. يعني لسه في السنتريفيوجال بامب صح؟ اه تمام ماشي. هو ان شاء الله الاسبوع الجاي هنكمل بيلت الميل، هنخلص الشيت بتاعها. الاسبوع اللي بعده باشمهندس محمد اشرف اللي هو بدأ معاكم اللي هو حصة الريفيجن اللي هي كانت الاسبوع اللي فات، هو اللي يشرح معاكم جزء السنتريفيوجال بامب، وهياخد سكشنين لغاية الميد ترم. فده كده الجزء اللي هنشرحه لغاية الميد ترم، هنكون حلينا شيت على البيلت ميل والشيت على السنتريفيوجال بامب. ماشي. بالنسبة لجزء مسلسلات السرعة، انت دلوقتي الشاشة دلوقتي باينة عندكم صح؟ باينة باشمهندس. تمام. هو ايه الفكرة كلها؟ انا عندي الباكت، احنا بنسمي الكوباية دي كده باكت، اللي هي المية بتخبط فيها ومتوصلة على الشافت بتاع الويل وبتلف، بنسميها باكت. ليها جزئين بيبقوا سيمتريك مع بعض عشان نلاشي الاستريس اناليسيس. المية لما تروح يمين وشمال الفورسز اللي هتكون في الاتجاه ده او ده تتلاشي بعض، فالباكت نفسها ما تتكسرش. ماشي. احنا المية دي بتخبط في الباكت ده فبتدوره. الكلام ده في الاول خالص، المايه لما بتوصل له بيكون هو ثابت فبتدوره. بعد كده طول ما الباكت دي بتلف والمايه عماله تخبط فيها دايما، فاول ما المايه بتوصل الباكت دايما في فتره التشغيل العاديه اللي هو طول ما المحطه شغاله بتتحرك معاها بتلاقيها بتتحرك. عمر ما المايه بتوصل الباكت في فتره التشغيل العاديه بتلاقيها ثابته، دايما لما بتوصل لها بتلاقي ان الباكت ده بيخش لجوه. فالفكره ان المايه انا وهي خارجه من الجيت خارجه بسرعه اسمها في جيت، ما بنحبش نسمي كلمه في دي بنسميها سي جيت، بكون عارفها. بكون عارفها بقى من الطاقه اللي داخله النازل بالسي في جذر 2 جي اتش في السي في يديك السي جيت ده، فبكون عارف ان خارجه من النازل بسرعه كذا متر في الثانيه، ما بيكونش فيها مشكله. المشكله كلها ان المايه دي لما بتوصل للباكت او ما تبدا تخش كده في الحدود بتاعته تبدا تتحرك عليه، الباكت نفسه بيكون بيتحرك هو كمان بسرعه اسمها في باكت. لو الشافت بتاعك فوق كده هنا فوق هنا كده بتاعك اهو ده البيرنج بتاعه، ففي كده زي مثلا لو وصلنا الراديوس من اول الشافت لغايه الباكت ده هتلاقي ان الباكت دي بتتحرك بسرعه جوه اسمها يو. اليو دي في الاخر خالص بالنسبه للسنتر بتاع الشافت هي عباره عن ايه؟ عباره عن الار في الاوميجا. القانون ده احنا دايما خدنا زمان ان الاوميجا دي ليها تحويلة اللي هي 2 باي ان على 60، فبنعرف نقول ان اليو دي عبارة عن الباي في الدي في الان على 60. ده بيديك رقم بالمتر في الثانية بيمثل سرعة للباكت تانجنشال لجوه او اللي هنا، يعني في الصورة دي كده لو انا بص على الباكت من فوق تكون لجوه كده هنا، دي السرعة اللي الباكت بتتحرك بيها، الباي في الدي في الان على 60. مفيش مشكلة. فالمية لغاية ما بتوصل للباكت وهي سرعتها اسمها سي جيت أو كمان شوية هنسميها سي واحد، بتلاقي إن الباكت ده بيتحرك لجوه هو كمان بسرعة اسمها يو أو باي في الدي في الإن على 60. فنتيجة إن هي المية جاية لها بسرعة عالية اللي هي اسمها سي والباكت بتتحرك بسرعة قليلة اللي هي اسمها يو، فالباكت نفسها بتشوف إن المية جاية عليها بسرعة نسبية بينهم بين اليو والسي، مقدارها قد إيه؟ صادف هنا إن السي لجوه واليو كمان لجوه فهم في نفس الاتجاه، فتكون السرعة النسبية بينهم هي ايه؟ طرحهم من بعض. فلو انا قدرت امثل السي جت دي بطول كده بسكيل رسم معين، وقدرت امثل اليو واحد دي بطول كده بسكيل رسم تاني نفس السكيل يعني، طرحهم من بعض هديك ايه؟ الريلاتيف فيلوسيتي اللي فعلا الباكت شايفها المية جاية عليها بالسرعة دي، بنسميها دبليو واحد. كده المية واصلة الباكت، لقيت الباكت بيتحرك بسرعة اسمها يو، والميه كانت بتتحرك اصلا في الفراغ بسرعه اسمها سي، فنتيجه السرعتين دول الميه هتمشي هتوصل للباكت وكمان هتمشي عليه بسرعه نسبيه اسمها ايه؟ دبليو واحد. فيها مشكله دي؟ فيها مشكله لغايه دلوقتي؟ تمام يا باشمهندس. ماشي.
اول ما الباكت دي يوصل لها الميه وتبدا تخش عليها كده وهي ماشيه بدبليو واحد، دخلت كده عليها من هنا بدبليو واحد، فهتبدا الدبليو دي تتحرك على الباكت يمين وشمال، بما ان الباكت دلوقتي الميه بتتحرك عليه بتتحرك عليه بنفس السرعه اللي الباكت شايفها عليه، فهو تتحرك عليها بنفس السرعه النسبيه اللي هي ايه اسمها الدبليو. وبعد كده والميه خارجه، المفروض ان الميه اخرها خالص اللي هي اخر الباكت ده السن بتاعه من هنا بترمي الميه تانجنت ليها. يعني لو انت جيت تبص على الباكت بالمنظر ده، ده الجزء اللي على الشمال بس، فالميه كانت داخله اب دبليو وبتمشي عليه لغايه ما تيجي تخرج، فبتخرج بايه في نفس اتجاه الباكت صح. طب هي الميه اصلا كانت ماشيه على الباكت بانهي قيمه؟ بقيمه الدبليو. لو افترضنا في الاول خالص ان الباكت ده كان ناعم جدا 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 ما فيهوش فريكشن، فهتلاقي ان السرعه طول ما انت بتتحرك عليها هتكون السرعه ثابته. ليه؟ طبق برنولي ايكويشن عند الدخول بنسميها واحد وعند الخروج بنسميها اتنين، هتلاقي الزد هو هو الزد، الباكت دي نفسها ارتفاعها عن الميه او ارتفاعها عن الديتم بتاعي هو الديتم ايه؟ رقم ثابت، فهتلاقي ان الزد هي هي، ونفس الكلام ضغط الدخول هو هو ضغط الخروج، فمفيش تغيير في البريشر. ولو كانت هي ناعمه فمفيش فريكشن فمفيش هيد لوس، يبقى لك ان السرعه الداخله تربيع على 2 جي، هي السرعه اللي خارجه تربيع على 2 جي، يعني معنى كان ان اوميجا 1 هي هي اوميجا 2، السرعه اللي داخله بيها الريلاتيف هتطلع بيها من هنا الريلاتيف، فهتطلع ب دبليو 2 هكون انا عارف اتجاهها تانجنت لاخر الباكت وعارف قيمتها، لو ما كانش في فريكشن فهي هي ايه دبليو 1 دي، تمام كده. فانا دلوقتي عرفت دبليو 2. الفكره كلها ان الميه وهي خارجه من الباكت هي خارجه بسرعه نسبيه اسمها دبليو 2، بس انا لو واقف بره الباكت انا مش هشوف اصلا الدبليو 2 دي. ليه؟ لان انا بتحرك مع الباكت، انا هشوف سرعه ابسوليوت للميه. احنا الاول كان معانا السرعه الابسوليوت عند الدخول ومعانا السرعه بتاعه الباكت اللي اسمها يو، جبنا من الاثنين دول السرعه الريلاتيف اللي هي الدبليو. المره دي لما انا واقف بره انا اللي اعرفه بس السرعه الايه الريلاتيف، ما اعرفش قيمه السرعه الابسوليوت بكام ولا اعرف قيمتها بكام ولا اعرف اتجاهها ازاي. فلازم عشان اعرف الثالثه لازم يكون معايا اتنين. المره الاولانيه كان معايا الابسوليوت واليو فجبت الدبليو، المره دي معايا الدبليو محتاج حاجه كمان عشان اجيب الابسوليوت. ايه هي الحاجه كمان دي؟ اليو. نيجي نبص على اليو هتلاقي ان الباكت نفسه اي نقطه فيه بتتحرك لجوه كده بنفس السرعه، زي ما شفنا في الفيديو ان الباكت كله على بعضه بيتحرك بنفس السرعه. فعند الخروج عند نقطه 2 دي بالظبط الباكت نفسه بيتحرك لجوه بنفس السرعه اللي هي اسمها اليو. فالميه كانت خارجه بسرعه اللي هي اسمها دبليو 2، عايز اجيب من طرحهم من بعض، اسف، من جمعهم على بعض الابسوليوت. ليه؟ لان انت لو عندك الريلاتيف اهي دي جمعتها على سرعه الباكت هتديك الايه الابسوليوت. فهنا نعمل العكس، انا عايز اجمع على السرعه الريلاتيف دي اللي هي دبليو 2، عايز اجمع عليها سرعه اليو عشان تديني سرعه الابسوليوت. نجمع ازاي الفيكتور؟ لو انت فاكر، لو انت عندك اتنين فيكتور كده عايز تجمع الاتنين دول على بعض، كنت بتوصل بدايه السهم الاول بنهايه السهم الثاني، ويبقى ده كده المحصله بينهم او مجموعهم يعني. فهتلاقي ان اليو دي عايز اجمعها على الدبليو 2، فهحطها من نهايه السهم كده بنفس قيمتها وبنفس اتجاهها، اخد نفس التول ده احطه هنا وبنفس الاتجاه لفوق. ساعتها عايز اجمع الاثنين على بعض، هوصل بدايه السهم الاول بنهايه السهم الثاني، دي كده بدايه السهم الاول ودي نهايه السهم الثاني، هوصل الاثنين ببعض كده انا جبت السرعه الابسوليوت عند الخروج. كده احنا معانا السرعه الابسوليوت عند الدخول اللي هي كانت هنا اسمها سي 1 والسرعه الابسوليوت عند الخروج. هو انا اصلا كنت بعمل الكلام ده ليه؟ انا كنت بعمل الكلام ده لان انا عرفت من الباور دايجرام ان في حاجه اسمها بي اكستراكتد عباره عن الجاما في الكيو في الاتش نت، وقلنا عايزين ندور لها على قانون تاني نحسبها بيه. القانون ده جاي منين؟ جاي من ماده الفلويد ميكانكس لما شرحنا المومنتم، وكنا بناخد الحته دي على الكواع. كان بيكون مثلا عندك كوع مثلا بالمنظر ده، كان بيقول لك انت الميه داخله هنا عندك بسرعه اسمها كذا وخارجه بسرعه اسمها كذا، احسب لي الاف اكس والاف واي. هنا نفس الكلام، ايه الاف اكس والاف واي اللي كنا بنحسبها؟ لو انت مثلا بتقول ان الاف اكس دي هي عباره عن ام دوت في الفي عند الخروج ناقص الفي عند الدخول، فكده انت بتجيب لي السرعه الوول بتعملها على الميه عشان تدورها، الوول بتاعت النوزل دي بتعملها على الميه. طب لو عايزين نجي نحسب الفورس اللي الميه بتعملها على الكوع كنا بنعكسها، كنا بنقول ان الاف اكس اللي الميه هتعملها على الكوع كانت بتساوي ام دوت في الفي 1 ناقص الفي 2 عشان يكون الاشاره نيجاتيف.
هنا نفس الكلام، انا عايز اجيب الباور دي بطريقه تانية. الباور دي عباره عن ايه؟ الباور اللي الميه بتعملها على ايه؟ على الباكت عشان تدورها. فالباور دي في الاخر هي عباره عن ايه؟ فورس في فيلوسيتي. فيلوسيتي الحاجه اللي بتتحرك، اللي هي في الحاله دي الباكت فيلوسيتي، ناقص لي بس الفورس اللي هتحركها. بس انهي فورس يا باشمهندس؟ الفورس اللي الميه عملتها على الباكت. طب ما الفورس دي لو جينا نبص في نفس الكونسبت اللي على اليمين ده اللي هو المومنتم، هتلاقي ان الفورس دي هي عباره عن الام دوت في السرعه. لو انا عايز اجيب اللي الميه بتعملها على الباكت يبقى الدخول ناقص الخروج، لو عايز اعملها ان الباكت بتعملها على الميه يبقى الخروج ناقص الدخول. احنا هنا عايزين نجيب انهي واحده؟ الدخول ناقص الخروج، عشان احنا عايز احسب ان الميه عملتها على الباكت ودورتها، فبحسبها السرعه عند الدخول ناقص السرعه عند الخروج. الفكره كلها بس ان لازم السرعتين اللي هكتبهم هنا، هنا او هنا، يكونوا في نفس اتجاه السرعه دي عشان يكون ايه؟ باور. السرعه اللي عند الدخول اللي هي اسمها سي واحد دي، صادف معايا ان هي كانت في اتجاه اليو، ما كانش فيها مشكله. اهي اهي سرعه سي واحد دي، صادف معايا ان السي واحد دي كانت هي نفس اتجاه اليو، فما كانش فيها مشكله، هكتبها زي ما هي. اهي كتبتها سي واحد، ناقص اطرح منها انهي سرعه؟ سرعه الميه الابسليوت عند الخروج، اسمها سي حاجه، هي سي حاجه 2 عشان دايما سبسكريبت 2 اللي دي عند الخروج. المشكله كلها ان السي 2 دي لما نيجي نبص عليها كده هلاقيها ان هي مايله. اي فيلوسيتي مايله في الدنيا ليها 2 كومبوننت، كومبوننت كده وكومبوننت كده، واحده في اتجاه الفيرتيكال واحده في اتجاه الهوريزونتال. انا يهمني انهي واحده فيهم اللي في اتجاه ايه؟ اللي في اتجاه اليو. طب اليو اصلا لفوق، فدي كده بالنسبه لي مستبعده. الفيلوسيتي دي اللي هي دي كده، اهي بلون تاني عشان لما تخش في بعض، مستبعده دي كده. يبقى لي هنا واحده دي. السرعه دي مشكلتها كلها ان هي لتحت، هي الكومبوننت بتاعت السي 2 بس لتحت، فاخدها هي واكتبها كقيمه هنا. بس المشكله بما انها لتحت وانا السرعه بتاعتي اليو لفوق، هحط لها اشاره ايه؟ نيجاتيف كده قبلها. يبقى انا القانون عندي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عباره عن الام دوت في السي 1 ناقص نيجاتيف حاجه كده دلوقتي هكتبها، وبره اليو ما انساهاش. الحاجه دي نفسها هي انهي سرعه؟ هي قيمه السرعه دي اللي لتحت. طب انا اجيب القيمه دي ازاي؟ اجيب التول ده ازاي؟ استفيد من البلوس دايجرام. البلوس دايجرام كان عباره عن ايه؟ كان عندك حاجه بالمنظر ده، كان عندك فيلوستي كده لتحت اسمها سي 2، وكان عندك هنا كمان واحده اسمها دبليو 2، وكان عندك دي حاجه اسمها اليو 2. ونتيجه ان احنا عملنا ريزوليوشن للسي 2 دي في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده، بقى عندك في حاجه اسمها سي ام 2 وحاجه اسمها سي يو 2. انا بقى عايز اجيب قيمه السي يو 2 دي. اللي اعرفه ان ده كده بما ان ده الباكت، ده بقيه الباكت اهو. فلو احنا عايزين نجيب التول ده، التول ده نفسه عباره عن ايه؟ عن التول ده كله واطرح منه الحته الصغيره دي. طب هو التول ده كله عباره عن ايه؟ لو انت عارف الانجل دي، لو انت تعرف ان الانجل دي، هتلاقي هو الريزوليوشن بتاع دبليو 2 في الاتجاه اللي تحت. يعني هو عباره عن ايه؟ دبليو 2 في كوزاين الانجل دي اللي انا معلم عليها دي. طب الانجل دي عباره عن ايه؟ ها؟ هلاقي ان انا بكون عارف معلومه للباكت اللي هو الانجل اللي متصمم عليها. الانجل دي بكون عارفها، بنسميها بيتا 2، بنسميها البليد انجل. الانجل دي بكون عارفها. فالانجل دي هي الانجل دي. فالانجل اللي انا انترستد بيها دي، اللي انا معلم عليها دي، هي عباره عن ايه؟ 180 ناقص البيتا 2. كده انا جبت التول ده دبليو 2 كوزاين الزاويه دي، هيديك التول ده كده كله. اطرح منه الحته الصغيره دي، هيديك ايه؟ السي يو 2. طب الحته الصغيره دي عباره عن ايه؟ عباره عن اليو 2. يبقى انا الكوز ده كده الصغير هكتب فيه ايه؟ هكتب فيه دبليو 2 كوزاين 180 ناقص بيتا 2 وكمان ناقص ايه؟ يو. ده كده بالنسبه للكوز الصغير ده. فلو رجعنا فوق للقانون هتلاقي ده اللي انا عملته هنا. الاف في اليو ده الباور، يبقى القانون عباره عن ايه؟ ام دوت في السي 1 ناقص السي يو 2 وفي بره يو. الفكره كلها ان السي يو 2 دي كلها لازم احط لها اشاره نيجاتيف كمان، لان هي اتجاهها لتحت اهي،
زي ما انتم شايفين كده هنا، واتجاه اليو نفسها كان لفوق، اي حتى باينه جنبها اتجاه اليو نفسها كان لفوق، فحطينا اشاره نيجاتيف. طب بالنسبه لقيمه السي يو 2 دي نفسها هجيبها ازاي؟ هي عباره عن الدبليو 2 كوزاي 180 ناقص بيتا 2 ناقص كل في الاخر يو، ونيجاتيف مع النيجاتيف بقى بوزيتيف بره. ده كده الايكويشن لغايه هنا. حد عنده مشكله فيها؟ باشمهندس هو ايه علاقه الاوميجا 1 بالاوميجا 2؟ الاوميجا 1 لو ما عندكش فريكشن هي هي الاوميجا 2. يعني الاثنين بيساووا بعض المفروض. بالظبط لو ما عندكش فريكشن. بس نتيجه ان اي باكت في الدنيا ده اللي لسه هشرحه دلوقتي، هي الحته الجايه. نتيجه ان اي باكت في الدنيا عليه فريكشن، اي جسم في الدنيا عليه خشونه فهو عليه فريكشن. فهتلاقي ان الاوميجا 2 دي اقل من الاوميجا 1 بشويه. الشويه دي بقى عباره عن ايه؟ الريشيو بينهم هي عباره عن الكي. فهنقول ان الاوميجا 2 هي عباره عن الكي في الاوميجا 1. الكي ده هتلاقيه رقم بين الزيرو والواحد، رقم فراكشن كسر، ومنه هتلاقي الاوميجا 2 اقل من الاوميجا 1. حد بس لغايه الحته دي قبل ما ابدا اخش حته الاوميجا 2 والاوميجا 1 دي، حد عنده مشكله في اللي انا شرحته فوق؟ هل بيطلب مني كل مره موضوع الفيلوسيتي دايجرام ده؟ لا 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 لا، انا اللي يهمك، اللي يهمك في الاخر خالص القانون اللي هكتبه دلوقتي هنا ده. ده الاوميجا 2 خد بالك من حاجه، مثلا في البامبس اللي هتشرح ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي، كل مساله هديها لك لازم ترسم لها فيلوسيتي دايجرام. هنرسم حاجه شبيهه لده كده في البامبس. اي كومبوننت تيربو ماشينري لازم البليك بتاعته، بما ان في فلويد داخل وفلويد خارج، لازم يترسم مثلث سرعات عند الدخول ومثلث سرعات عند الخروج. تمام، لازم عشان الفيلوسيتي تبقى مايله. بالظبط بالظبط، وبيكون دايما في سرعه ابسوليوت وسرعه ريلاتيف وسرعه للجسم اللي بيتحرك نفسه، ودايما بنسمي دي السي، ودايما بنسمي دي الدبليو، ودايما بنسمي دي اليو. الكلام ده بقى هيثبت معاك طول السنه، سواء دي او السنه الجايه في تربو 1 تربو 2 او تربو 3. ماشي يا باشمهندس. ها ايه اسئله ثانيه قبل ما اكمل؟ قبل ما اكمل الحته دي ماشي. فانا لقيت من هنا ان الاوميجا 2 دي لو انا عايز اجيب قيمتها هجيبها ازاي؟ هقول لك ان الاوميجا 2 دي اقل من الاوميجا 1 بقيمه الكي، يعني الكي لما يضرب في الاوميجا 1 هيديه الاوميجا 2. ده الايكويشن دي. طب الاوميجا 2 الواحد دي نفسها عباره عن ايه؟ هطلع كده في الرسمه فوق هلاقي ان الاوميجا 1 دي هي عباره عن السي 1 كلها، واطرح منه الحته الصغيره دي اللي هي اليو، سواء بقى هي اسمها يو 1 او يو 2، ما بحبش اسميهم، لان الاثنين في الاخر ايه؟ نفس القيمه، اليو 1 هي هي اليو 2. فهنقول ان الدبليو 2 دي هي عباره عن السي 1 ناقص اليو 1، وطبعا في كي بره، واقوم واخد الدبليو 2 دي معوض فيها في المعادله دي، واقوم كاتبها تحت اهي، بقت كي سي 1 ناقص يو. بعد كده قعدت اعمل يعني سبستيوشن وبسط المعادله، وصلت لي بيها خاص للمعادله دي. ده كده معادله الباور. معادله ثانيه اقدر اجيب بيها الباور اللي اتاخد من الميه وراح للويل غير قانون الجاما كيو اتش نت. ده كده بالنسبه لمثلث السرعات. ايه مشكلتك تاني او ايه اسئلتك تاني؟ لا كده كده زي الفل. ماشي يعني شوفوا في حاجه تانيه عايزين تشرحوها، يعني اشرحها لكم ولا ايه؟ باشمهندس قول لها مصطفى. انا عايز افهم حاجه بس، هو دلوقتي في دكتور ايهاب ودكتور قداح. بالراحة بس قبل ما نخش في الكلام عن المادة نفسها، عايز اسأل تسألوني في الكلام عن اللي انا شرحته. لا قشطة. نخلي الكلام ده في الآخر. مفيش مشكلة. ها ايه اسئلتكم؟ خلاص ماشي. قول لي بقى مصطفى، انا هوقف ريكوردر على كده خلاص. تمام كده ولا اي حاجه؟ باشمهندس وحضرتك هتشرح الافشنسي بعد؟ انهي افشنسي؟ اللي هي القانون اللي تحت اللي حضرتك جبته. تعالى سهل، اصل انت قلت لي مثلث السرعات بس، ده حاجه سهله خالص. انت عارف دلوقتي ان البي اكستراكتد، البي اكستراكتد ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن الريليشن اللي كتبتها فوق دي، اللي هو لا اما الكلام ده لا اما الجاما كيو اتش نت. تمام كده؟ حلو. فانا دلوقتي جبت له فاليو. انا بقى اعرف حاجه ان في اسمها ايتا هيدروليك. ايه الايتا هيدروليك دي يا عم؟ انا مش فاكر اهي من الباور دياجرام. الايتا هيدروليك كانت بتوصل اهي من دخول النوزل
اسف من خروج النوزل للباور اللي خدتها من التربينه، يبقى هي اللي خارج منها كان جاما كيو اتش نت واللي داخل منها كان القيمه دي. خلاص يبقى نرجع كده تاني هنا، ايه هيدروليك هي الباور اكستراكتد على الباور اللي كانت في الجيت وهو لسه داخل على التربينه بعد ما خرج من النوزل اللي هي نص ام دوت سي جيت سكوير. والباور بي اكستراكتد دي بقانون لسه جايبه اللي انا لسه اثبته، فهتلاقي ان ده كده الباست اهو والمقام نص ام دوت في سي واحد تربيع او سي جيت تربيع. هنضيع الام دوت مع الام دوت يبقى لنا ايه المعادله دي. المعادله دي نفسها هقسم السي واحد دي مره اكتبها هنا ومره هقسمها جوه هنا، ما عملتش حاجه. كمل الورقه اللي بعدها، نمسح الكلام ده. معلش يا باشمهندس، هي ايه البريك باور دي؟ البريك باور في الاخر هي الباور بتاعه الشافت وهو بيدور. لو انا جبت التورك بتاعته في الاوميجا بتاعته ده البريك باور. تمام تمام. او هي مثلا هي الباور اللي انا ممكن اللي انا محتاجها عشان اوقف الويل دي مثلا. بالظبط، هي اصلا تعريفها تعريف ميكانيكال. انت البريك باور دي بتقاس ازاي؟ بتقاس ازاي في المعمل؟ بان انا بحاول افرمل العمود اللي بيدور وبشوف انا استهلكت باور قد ايه عشان افرمله، عشان كده اسمها بريك باور. تمام. شوف يا بعد ما قسمت السي 1 دي على هنا وعلى هنا، ضاعت مع السي 1 في الاول وبقيت لي يو على سي 1 هنا، هسمى انا بقى اليو على السي 1 دي حاجه اسمها سبيد ريشيو او الفوي، عباره عن ريشيو سرعات، سرعه اليو على سرعه السي. اليو دي عباره عن الايه؟ التانجنشال فيلوسيتي بتاعت الباكت او الباكت فيلوسيتي على طول. طب والسي 1 عباره عن ايه؟ عن الفيلوسيتي بتاعت الجيت. كده انت معاك اليو على السي 1 دي عرفنا معناها. تعال نكتب المعادله كلها فانكشن فيها، بقيت اهي بدلت كل يو على السي 1 بدلتها في فاي. قلت لك بقى لو انت عندك ايديال باكت، يعني ايديال باكت يعني باكت لسه جديده ما عليهاش فريكشن، فالاوميجا 2 هي الاوميجا 1، يعني الكيب كام؟ بواحد. حطيت في المعادله دي الكيب واحد، اديتني المعادله اللي تحت اهي. لقيت من المعادله اللي تحت ان الايتا هيدروليك دلوقتي بقت فانكشن في حاجتين بس، اول ما تجيبها كده من المصنع وهي لسه جديده، فانكشن في قيمه الفاي وفانكشن في قيمه الايه؟ البيتا 2. فيبقى دلوقتي الايتا هيدروليك اللي هي كفاءه التربينه نفسها، التربينه الويل اللي بتدور، عباره عن الفانكشن في الفاي وفي البيتا 2. البيتا 2 دلوقتي انا مجبر عليها لان انا اشتريت الباكت ليها انجل فلانيه. دلوقتي انا مجبر عليها خلاص. فدي بالنسبه لي هتبقى كونستانت. بالنسبه لي بقى الفاي دي اظبطها على رقم كام بحيث ان انا اوصل للماكسيمم افشنسي؟ يعني اظبطها على رقم كام؟ اخلي الريشيو بين اليو على السي 1 بكام؟ لو انت اجبرت على ان السرعه اللي خارجه من الجيت قيمه معينه، تخلي انت الشافت يدور بحيث ان هو يعمل لك تانجنشال فيلوسيتي في الباكت يو بكام؟ فاهمين قصدي؟ يعني خليه في الاخر خاص بيلف ان بكام يعني بمعنى صح، بحيث ان انا اخلي الريشيو دي اللي هي الفاي لما تعوض في معادله ايتا هيدروليك تديني ماكسيمم افشنسي. ده الحته اللي انا عايز اعملها الجايه. فاهمين انا عايز اعمل ايه؟ تمام يا باشمهندس. بس فانا همسك المعادله بتاعت الافشنسي دي اللي هي دي، انا دلوقتي عايز اشوف الفاي ازاي بتاثر في ايتا هيدروليك، او بمعنى صح ايه هي الفاي اللي تديني الماكسيمم افشنسي. فطبعا بما ان الافشنسي نفسها هي فانكشن في حاجتين اللي هي الفاي والبيتا 2، وانا عايز اجيب تاثير واحده بس عليها، لازم اعمل ايه؟ بارشال ديريفاتيف مش توتال ديريفاتيف. هو مفضل المعادله دي بتاعت الافشنسي دي بالنسبه للفاي، يعني اعتبر ان البيتا 2 دي بكام؟ رقم كونستنت. انت عندك ان الايتا هي عباره عن 2 فاي 1 ناقص فاي 1 ناقص كوزين بيتا 2. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز افاضل المعادله دي بالنسبه للفاي، يعني ايه؟ يعني اعتبر ان البيتا 2 رقم كونستنت، وبعد ما افاضلها اعمل فيها ايه؟ اساويها بزيرو. ساعتها هجيب قيمه الفاي اللي تديك الماكسيمم افشنسي. يبقى انا اعمل ايه هنا؟ تعالى نفاضل المعادله دي، بارشال ايتا باي بارشال فاي. ها؟ عباره عن ايه؟ هي اصلا ده دلوقتي بالنسبه لك بقى بزيرو، ملوش تفاضل. عباره عن ايه دلوقتي المعادله دي؟ بقت 2 فاي ناقص 2 فاي سكوير، اديني بسطتها اهو. فيبقى تفاضلها عباره عن ايه؟ 2 ناقص 4 فاي. الكلام ده كله لما نساويه بزيرو هيطلع معاك ان الفاي بتساوي نص. ده انا كاتبه لك هنا، ان الفاي لما تكون بتساوي نص ساعتها الافشنسي هتكون بماكسيمم. يعني هتكون بكام يعني؟ ارجع عوض في نفس المعادله اللي فوق دي لما تكون الفاي بنص. حط هنا 2 في نص هتلاقي دي راحت مع دي، و1 ناقص نص يبقى لك نص،
يبقى نص في واحد ناقص كوساين بيتا 2، يبقى لك ان ايتا ماكسيمم هي عباره عن واحد ناقص كوساين بيتا 2 على 2. يعني بمعنى صح عشان تلاقي ان دي 100% عشان تخلي دي 100% لازم تكون البيتا 2 دي بكام؟ ب 180 درجه. الباكت يلف كده لغايه ما يخلص الميه، يخرج الميه كده تحت بالظبط، ما يبقاش مايل كده لبره. مشكلتي كلها ليه مش بصممه على كده؟ لان لو خرجت الميه لتحت بالظبط هيغبط في الباكت اللي لسه جايه وراها، فغصب عني بقى ايه اخليه يتسرب لبره كده شويه، فبتكون البيتا 2 دي رقم من 160 ل 165، ما بقدرش اوصل ل 180 دي. فعشان كده الكفاءه الهيدروليك بتقل من ال 100 لايه؟ لرقم عامه ما بيكونش 100% يعني. بس ده اللي انا عملته هنا. يبقى انت عندك الايديال باكت ليه كفاءه بتتغير اهو، الكيرف بتاع اللي من بره ده ايديال باكت يعني الكيب واحد. امتى تكون كفاءتها اعلى قيمه، كفاءتها ماكسيمم؟ لما تكون الفاي بنص. خد بالك من حاجه، ان انا خليت الباكت بتاعتي دي ازاي ايديال، بان انا حاطط كي دي بواحد. الناس بقى عملت ايه؟ رجعت عوضت بالمعادله دي تاني، نفس الاشتقاق ونفس هيتوب زيبف ومش عارف مين، بس لو كانت الكي رقم اقل من واحد، هو مش بزيب مش بواحد يعني، ليه موجود الباكت دي فيها فريكشن. همشي بنفس البروسيدور، هتلاقي في الاخر خالص ان الفاي اللي تديك الماكسيمم افشنسي اقل من النص بشويه، اللي هي تقريبا عند 0.46. ساعتها هيكون الكيرف اللي هو الداش ده، ده كيرف الافشنسي للباكت الاكشوال اللي الكي بتاعتها مش بتساوي واحد. هتلاقي اكيد ان الباكت ده الافشنسي بتاعته السوليد اعلى اكيد من الداش، عشان كده خط الافشنسي الداش او الكيرف الداش مرسوم تحتيه. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان الماكسيمم بتاعه عند كام؟ عند 0.46 مش عند النص. دي ساعتها هتديك الماكسيمم افشنسي. طب هو الافشنسي في المتوسط بتاعت هنا بتبقى كام يعني؟ احسبها، احسب دي كده، احسب بيتا 2 دي لما تكون ب 160 درجة. ماشي. بس. فل. ايه تاني يا شباب؟ انا في بس ناس فيكم كانت بتسأل اسئلة برسايل، فعايزين نعدي عليها كده. ده خلاص جاوبنا عليه. عبد الله كده جاوبت على سؤالك ولا ايه؟ عبد الله محمد. ايه طب سؤالك؟ اه القانون المهم في الجزئية دي؟ ده القانون ده. اللي هو البي اكستراكتد بكام فانكشن في شويه السي والفاي والكلام ده كله. تمام كده؟ تمام عبدو ولا ايه؟ ماشي. ايه اسئلتكم تاني يا شباب قبل ما اقفل الريكوردر؟ هي راجعوا نفسكم. ماشي هنجو، تعالى بس نقفل الريكوردر وبعد كده نجاوب على اسئلتكم بقى. ايه بره الشرح؟ قول لي يا محمد.